وهو متعلق بمنتخبنا الوطني. مش هتكلم على مباراة مصر وزامبيا، هتكلم عليها، بس الأول هتكلم على قرعة مباريات مصر أو قرعة البطولة الأمم الإفريقية اللي هتتنظم في الكوت ديفوار. مصر جت في المجموعة الثانية، وده من حسن حظنا. الناس تقول لي ليه؟ هتفرق إيه الثانية من الستة من الخامسة من الرابعة؟ لا تفرق. تفرق اللي أنت هتبقى موجود في العاصمة أبيجان. الطبيعي لما بتتحضر القرعة بيبقى في ست مجموعات. معروف المجموعة الأولى والثانية فين؟ الثالثة فين؟ الرابعة؟ الخامسة؟ كل قرعة أو كل مجموعة معروف البلد أو المدينة اللي هتلعب فيها. قدامكم على الشاشة أهي القرعة والمجموعات اللي هتشارك في بطولة كأس الأمم ومنتخبنا في المجموعة بي، المجموعة الثانية مصر، غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق. المجموعة الأولى مجموعة طبعا البلد المضيف الكوت ديفوار، معاها نيجيريا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية دول هيلعبوا في العاصمة أبيجان. وطبعا المجموعة إيه؟ مجموعة كوت ديفوار هتلعب في ملعب جديد لسه تم إنشاؤه من فترة قريبة جدا، ولكن مجموعة مصر هتلعب في ملعب فيليكس أوفواني في أبيجان. الملعب ده على فكرة الأهلي لعب عليه قبل كده مع أسك ميموزا مباريات عديدة، تم استحداثه، ولكن كويس جدا منتخبنا يلعب في أبيجان. طيب المجموعة الثالثة الجروب سي، السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري وجامبيا. دي المجموعة الثالثة، والمجموعة الثالثة هتلعب في ملعب كونان بيني، ده ملعب يسع حوالي 20,000 متفرج في مدينة ياموسوكو. دي على بعد 240 كيلو متر من أبيجان. عشان كده قلت لكم من حسن حظ منتخبنا انه هيكون في العاصمة، مش هيتنقل في مدن بعيدة. نروح للمجموعة الرابعة، مجموعة المنتخب الجزائري الشقيق مع بوركينا فاسو وموريتانيا، المنتخب العربي الشقيق ايضا، ومعاه منتخب انجولا. دول هيلعبوا في مدينه على بعد 350 كيلو متر من ابيجان في ملعب ديلا باكس في بواكي. ده ملعب يسع لحوالي 40,000 متفرج. نروح للمجموعه الخامسه، مجموعه المنتخب التونسي. تونس معاها، دي مجموعه الموت بقى. تونس معاها مالي و ساوث افريكا، طبعا جنوب افريقيا، وكمان نابيبيا. دي مجموعه قويه جدا، تونس، مالي، جنوب افريقيا، نابيبيا. لو تبصوا للمجموعه دي فيها عنصر ربط مشترك وهو لاعبي النادي الاهلي. المنتخب التونسي بيضم علي معلول، المنتخب المالي بيضم اليو ديانج، المنتخب الجنوب افريقي بيضم بيرسي تاو. المجموعه دي هتبقى محطه انظار جماهير النادي الاهلي، ودي المجموعه الخامسه اللي هتلعب في ملعب يسع لحوالي 20,000 متفرج، ملعب امادو كوليبالي. دي هيكون في مدينه اسمها كورهوجو على مسافه 492 كيلومتر من ابيجان. المجموعه دي هتكون على مسافه 492 كيلومتر من عاصمه كوت ديفوار ابيجان. المجموعه الاخيره المجموعه السادسه، وفيها المنتخب المغربي معاه الكونغو الديمقراطيه وزامبيا وتنزانيا. مجموعه متوسطه المستوى، ولكن المجموعه دي هتكون في اقصى الساحل في سان بيدرو على مسافة حوالي 350 كيلو متر في ملعب لورانت بوكو بيسع لحوالي 20,000 متفرج. دي الملاعب ودي المدن اللي هتتلعب فيها المباريات. على فكرة مجموعة مصر الاستاد بيسع لحوالي 29,000 متفرج، استاد فيليكس هوفواني في العاصمة الإيفوارية أبيجان. طيب مباراة منتخب مصر، مصر طبعا اول مباراه ليها هتكون مع موزمبيق يوم 14 يناير. مصر وموزمبيق يوم 14 يناير الساعه 5، ده اللقاء الافتتاحي للمجموعه الثانيه. يليه على طول مباراه غانا والراس الاخضر الساعه 8. المباراه الثانيه والجوله الثانيه هتكون يوم 18 يناير، مصر هتلعب مع غانا 18 يناير، والمباراه الاخرى الراس الاخضر مع موزمبيق هيكون يوم 19 يناير. ده جدول المباريات بتاع المجموعه بي، المجموعه الثانيه لمنتخبنا الوطني. الجولة الثالثة والأخيرة هتبقى في توقيت واحد يوم 22 يناير، موزمبيق هتلاعب غانا والرأس الأخضر هتلاعب مصر، والمباراتين في توقيت واحد الساعة 8. على فكرة من حسن حظنا إن الماتشات كلها تعتبر يعني في فترة المساء. اللقاء الأول الساعة 5، اللقاء الثاني الساعة 8، اللقاء الثالث الساعة 8. لو نبص على لقاء الرأس الأخضر وموزمبيق ده هيكون الساعة 2. فكويس إن أنت مش هتلعب بالنهار، وبالتالي كويس جدا المباراة كلها هتبقى مناسبة لمنتخبنا الوطني. طيب على فكرة ده شكل المجموعة ومباريات منتخبنا الوطني. طيب اكيد اكيد يعني انت بتتكلم على تاهل 16 منتخب من ال 24،
يعني بنتكلم على منتخبين من كل مجموعة، يبقى 2 في 6 ب 12 وأفضل 4 توالد، وبالتالي في 4 مجموعات هيصعد منها أفضل 4 توالد، ففرص التأهل مش كبيرة، يعني ده مؤكدة بنسبة تتخطى 90-95%، إلا لا قدر الله في مفاجآت، وأعتقد ده هيبقى صعب جدا لأنه هيبقى شكلها وحش قوي. ما أعتقدش يعني منتخبنا، يعني المفروض إحنا بننافس على صدارة المجموعة، ولكن خلونا كده نتعامل وكأن مصر أول أو تاني. طريقنا هيبقى إزاي؟ مصر لو في صدارة المجموعة هتلعب مع تالت المجموعة الأولى، تالت المجموعة الأولى أو التالتة أو الرابعة، تالت المجموعة الأولى أو التالتة أو الرابعة. يعني مرجح إن مصر مثلا تلاعب غينيا الاستوائية أو غينيا بيساو، أو تلاعب غينيا كوناكري أو جامبيا، أو تلاعب بوريتانيا أو أنجولا. دي الست منتخبات اللي ممكن منتخبنا يواجههم في دور ال 16 في حال تصدر مصر المجموعة اللي فيها غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. طب تصدرنا وتأهلنا لدور ال 16 وعدينا دور ال 16 ورايحين للدور ربع النهائي، هتواجه مين؟ أول المجموعة الستة اللي هيلاعب تاني المجموعة الخامسة. يعني مثلا أول المجموعة الستة المغرب، تاني المجموعة الخامسة مالي. مثلا المغرب ومالي هيلعبوا بعض في دور ال 16. مصر هتواجه الفائز من المغرب أو مالي. يبقى أنت بالتالي في دور الثمانية عندك مواجهة عربية قوية مع المنتخب المغربي في تكرار لنفس المواجهة اللي حصلت في الكاميرون 2021. طيب نفترض إن مصر حصلت على المركز، لو رحنا نص النهائي، يعني عدينا خلاص العقبة الدور الثمانية ورايحين نص النهائي. نص النهائي بقى أنت رايح فين؟ أول المجموعة الرابعة اللي هي الجزائر، مع تاني المجموعة الأولى اللي هي نيجيريا أو كوت ديفوار، أو تاني المجموعة التالتة اللي هي السنغال أو الكاميرون. خلاص أنت داخل بقى في مرحلة مواجهة الكبار اللي بينافسوا على البطولة، فالصدارة هتدخلك في المنافسة القوية من دور الثمانية. لكن لو طلعت تاني، هتلاعب تاني المجموعة الستة، يعني المغرب لا قدر الله وحصلت مفاجأة وبقت تاني، ممكن تتصدم مصر في دور ال 16. ده في حالة إن مصر تبقى تاني المجموعة. طيب عدينا المرحلة دي مثلا، واجهنا الكونغو الديمقراطية مش المغرب، ورحنا لمرحلة الدور ربع النهائي. لو أنت تاني ورايح ربع النهائي ممكن تصطدم بالبلد المضيف، ممكن تواجه الكوت ديفوار. شفتوا ترتيب المجموعة بيفرق إزاي في المواجهات؟ كده كده من دور الثمانية مواجهات صعبة، بس تروح تواجه الكوت ديفوار البلد المنظم، ولا ممكن يبقى فيه مفاجآت في المجموعات التانية، فتلاقي طريقة يعني طريقك قريب شوية من فرق بسيطة أو متوسطة، وتبقى الطريق سهل لغاية ربع النهائي أو نص النهائي. كل ده بيتوقف على ترتيب المجموعة، ولكن مهم كنا نشرح لحضراتكم ترتيب المجموعة. لو أنت أول سكتك فين؟ لو أنت تاني هيبقى الوضع بالنسبة لك إيه؟ صعب جدا نناقش مع بعض مصر لا قدر الله وتالت المجموعة بي، يعني أعتقد ده هيبقى أمر صعب جدا، فغير مطروح أساسا للنقاش أو للعرض من خلال برنامج الترند.